النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الباتيه المورق بدون لبن وبدون زبدة. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الباتيه بالجبنة بطريقة سهلة جدا بدون زبدة وبدون لبن. المقادير اللي معايا 3 كوبايات دقيق عليهم رشة ملح، قطعة خميرة بيرة أو معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، بياض بيضة، معلقتين كبار زيت، مية دافية للعجن. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هدوب قطعة الخميرة ومعلقة السكر في المية الدافية دي، مية دافية استحملها بصباعي عشان ما تموتش الخميرة. هدوب الخميرة كويس جدا. دوبت الخميرة كويس جدا، هغطيها واسيبها 5 دقايق لحد ما تتفاعل. بعد 5 دقايق بالظبط الخميرة تفاعلت عملت فوم ابيض زي ما انتوا شايفين. نبدأ ونسمي. بسم الله. هجيب طبق او بولة وهنزل الخميرة اللي دوبتها في المية الدافية وعليها معلقتين كبار زيت وبياض بيضة، وهقلبهم كويس، وهنزل بثلاث كوبايات دقيق عليهم رشة ملح. هنزل بالدقيق حبة حبة. وهعجن لحد ما احصل على عجينة طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي. عجنت العجينة كويس جدا لمدة 10 دقايق لحد ما بقت طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي، والطبق بقى نضيف. هغطيها بكيس واشيلها في مكان دافي تخمر لمدة 2 ساعة. بعد 2 ساعة بالظبط العجينة خمرت زي ما انتوا شايفين. ههبطها واخرج الهواء منها. خرجت الهواء منها هقسمها. بسم الله. هقسمها لكور صغيرة. المنظر ده اهو. خلاص قسمت العجينة الكور زي ما انتوا شايفين. هنفردها مع بعض. هفردها على مسحة خفيفة من الزيت. هفردها على الآخر. فردتها على الآخر زي ما انتوا شايفين. هدهنها بالزيت قبل ما احشيها. معايا الحشوة، انا هحشيها بالجبنه القريش. رشيت رشه خفيفه بس من الشطه على الجبنه القريش. هحشيها بالمنظر ده وبقفل على الحشو. وبرصها في الصاج على التقفيلة.
هعمل معاك واحدة كمان، بفردها على الآخر. فردتها على الآخر، بدهنها بالزيت. وبحشيها بالجبنة القريش، اي جبنة عندكم عايزين تحشوها. وبقفل على الحشو. وبرصها في الصاج على التقفيلة. هخلص الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. خلاص خلصت كمية الباتيه كلها ورصتها في الصاج بعيد عن بعض. هسيب الباتيه يخمر لمدة نص ساعة كمان وبعدين هوريكم هنعمل ايه. بعد نص ساعة بالظبط الباتيه خمر وتضاعف حجمه. هدهن وشه بصفار بيضة، ضيفالها معلقة كبيرة من الخل. هدهنه بالراحة عشان ما خرجش الهواء. اهو بالمنظر ده. خلاص دهنت وش الباتيه بصفار البيضة. هرش رشة سمسم او حبة البركة، ممكن تدخلوه على كده. خلاص رشيت السمسم على وش الباتيه. هدخل الباتيه الفرن على درجة حرارة 220، نار تحت وفوق. اول ما يستوي ويحمر وشه هطلعه وهوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي الباتيه بعد ما طلع من الفرن، بصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي، وطري جدا هش، والسوا بتاعه مظبوط. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الباتيه بدون زبدة وبدون لبن، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.